المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنستيك نكروم ثناتون ثناتون باتيزان كيتيزن كسنين باتيزوين. صباح الخير لكل مشاهدين الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا، إن شاء الله فصح مجيد على كل السوريين، ينعاد عليكم بالخير والبركة. المسيح قام حقا قام. عم نطلع عليكم بحلقة استثنائية بيوم عيد الفصح بحسب التقويم الشرقي من كنيسة مار الياس الغيور في الدويلعة بدمشق، لحتى نحكي أكثر عن العيد، لحتى نعيش طقوس العيد سوا. وبدي أرجع أقول كل عام وأنتم بخير، وطبعاً ضمن شهر رمضان المبارك عم نعيد أعياد عديدة إن شاء الله يا رب هالأيام تحمل انفراجات كتيرة على كل العالم وتكون دعواتنا كلها مستجابة. وبدي أقول صباح الخير وكل عام وأنت بخير يا سلمى. صباح الخير ليك، كل عام وأنت بخير. فصح مجيد، المسيح قام حقاً قام. فصح مجيد لكل السوريين ولكل المسيحيين في العالم اللي عم يحتفلوا حسب التقويم الشرقي بهذا اليوم بالفصح. إن شاء الله يا رب هاي الأيام تكون تحمل مع رجاء كل مؤمن بقيامة سوريا، وتكون هالأيام خير على بلدنا يا رب، وأكيد الخير يعم كل الأوطان. طبعا نحن رح نكون معكم ونرافقكم بمساحة خاصة نتغنى فيها بالترانيم الدينية وأيضا ببعض الوعظ الخاصة. كونوا معنا بحلقة اليوم، فاصل وبنبدأ. وقبل ما ننتقل إلى فقراتنا ومحاورنا لليوم بمناسبة عيد الفصح، خلينا نروح ونشوف التقرير التالي ونتعرف على حكاية عيد الفصح. المسيح قام من بين الأموات ووقف الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام حقا قام. بهذه الكلمات تحتفل الطوائف المسيحية في أحد الفصح المبارك بعد صوم 40 يوما، ليأتي بعدها أسبوع الألام حين تلقى العذاب السيد المسيح في عهد الرومان وحاكمه الملك بيلاطس النبطي، حيث خرج يسوع المسيح عبر طرق القدس حاملا صليبه، وقد تبعه بحسب إنجيل لوقا جمع كبير من الشعب والنساء. فالتفت إليهن يسوع وقال: يا بنات أورشليم لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وأولادكن، فإن كانوا قد فعلوا هذا بالغصن الأخضر فماذا يجري لليابس؟ إلى أن وصل إلى جلجلة، وهناك صلبوه، وصلبوا معه رجلين واحدا من كل جانب ويسوع في الوسط. وبعد أن صلبوه تقسم جند ثيابه واقترعوا على ثوبه، أما يسوع فكانت أولى كلمته على الصليب بحسب إنجيل لوقا: يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. بعد أن وضعوا المسامير في يديه وإكليل الشوك على رأسه وطعنوه بالحربة في خاصرته، إكليل من
بعد 3 ساعات من العذاب والآلام وعند الظهر قيم على الأرض كلها ظلام حتى الساعة الثالثة. ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع بصوت عظيم: إلي إلي لما شبقتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وصرخ يسوع مرة ثانية صرخة قوية وأسلم الروح، فانشق حجاب الهيكل شطرين من الأعلى إلى الأسفل، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، فقامت أجساد كثير من القديسين والراقدين. وفي اليوم الثالث أي يوم الأحد وبحسب إنجيل متى، وضع الرومان حراسة على القبر بناء على طلب المجلس الأعلى لليهود، فزارت بعض النسوة القبر وهن يحملن الطيب الذي هيأنه، فوجدنا الحجر مدحرجا عن القبر، فدخلنا فما وجدنا جسد الرب يسوع. وبينما هن في حيرة ظهر لهن رجلان عليهما ثياب براقة، فقال لهن الرجلان: لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ما هو هنا؟ بل قام، اذكرنا كلامه لكنا وهو في الجليل حين قال: يجب أن يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. كمان ليخلينا نتعرف مع مشاهدينا على رموز عيد الفصح المبارك بالتقرير التالي. لكل مناسبة وعيد عادته وتقاليده التي تختص بمنطقة دون الأخرى، إلا أن رموز عيد الفصح المبارك تبدو واحدة عند جميع المسيحيين الذين يحتفلون بقيامة السيد المسيح من بين الأموات. ومن هذه العادات سلق البيض الذي يرمز إلى تجدد الحياة وتزيينه في سبت النور، حيث يقوم الأهل بمشاركة أطفالهم بسلق البيض والتزيين. ويرجع تاريخ هذه العادة إلى الحقبة الفينيقية، حيث كان الفينيقيون يحتفلون بقدوم الربيع والخريف أي ميلاد الطبيعة وموتها بتقديم 100 بيضة كقربان لهذا اليوم. أما المسيحيون الأوائل فكانوا ينظرون إلى بيضة عيد الفصح كرمز لقيامة المسيح حياً من القبر، كما يخرج كائن حي من البيضة المغلقة. يرمز البيض أيضاً إلى أن فرخ الدجاج يشق البيضة ويخرج إلى الحياة، هكذا المسيح شق القبر وقام من بين الأموات. كما تزين المنازل بأشكال مختلفة ومتنوعة من الدجاج الملون والصيصان، وبالتالي أصبحت هذه الرموز ركن مهم من مظاهر العيد بشكلها الاجتماعي وليس الديني. ومن رموز الفصح أيضاً كعك العيد الذي يعد الحاضر الأكبر في الاحتفالات، ويعود هذا التقليد إلى القديم، فكان يصنع الكعك على شكل إكليل، وهو حسب المعتقد يرمز إلى إكليل الشوك الذي وضع على رأس السيد المسيح عند الصلب. أما اليوم فقد أخذ أشكالاً وألواناً جديدة وحديثة. مهما اختلفت الرموز والعادات والتقاليد، إلا أن الإيمان والجوهر يبقى واحداً. Thank you.
ما قبل القيامة هناك صوم أربعيني كبير، ويليه أكيد صلوات عديدة تقام كل يوم بمشاركة المؤمنين، يعني ومن بعد هناك أسبوع الآلام كمان المؤمنين بيعيشوا في تفاصيل ممكن أن هي تكون عبر عروض من الكشاف، وأكيد إلى معنى خاص، وأحد الفصح أحد القيامة يلي كلنا مننتره لهذا اليوم. رح نحكي أكثر عن أسبوع الآلام، رح نحكي عن الصوم، رح نحكي عن العيد مع الإرشمندرية الياس حبيب راعي كنيسة مار الياس. صباح الخير، وكل عام وأنت بخير أبونا. المسيح قام، حقا قام، العام بخير، فصح مجيد علينا وعلى شعب سوريا كله بكل طوائفه، قيادة وجيشا وشعبا، وانتم كمان اهلا وسهلا، اشتقنا لكم. نحن كمان شكرا لكم يعني ابونا سهلة على استضافتكم لنا ضمن كنيسه مار الياس. كل سنه نحن بنعيد سوا يعني هي الكنيسه المميزه حتى كمان بمعماره. وطبعا فصح مجيد يا رب هاي الايام تنعاد الخير. خلينا نبلش معك ابونا بين المسيره الروحيه بين الصوم الاربعيني وصولا الى القيامه. بدايه بدي اقول انه الفصح المجيد، القيامة المجيدة محورها الأساسي نقطتين. النقطة الأولى هي المحبة يلي بين الله والشعب، والنقطة الثانية المحور الثاني الأساسي هو السلام. فنحن بنحضر المؤمنين لنخوض غمار الأربعين يوم الصيام بأسابيع تسبق الصيام. هاي الأسابيع منبلش ندرب المؤمنين على بعض الفضائل اللي لازم يمارسوها خلال الصوم. نحن نحكي عن أربع فضائل بأربع أسابيع نستعد فيها للصيام الأربعين المقدس. الأسبوع الأول بيتعلموا عن التواضع. مو ممكن أنك تصوم وأنت متكبر، فلازم تتعلم التواضع. ومنعرف التواضع هي أهم فضيلة من الفضائل المسيحية المطلوبة، لأنه بسبب عدم التواضع الكبرياء خرج آدم وحواء من الجنة. لازم اولا المؤمن يتعلم التواضع. ثانيا الفضيله الثانيه اللي بياخذها قبل ما يفوت على الصيام هي فضيله التوبه. لازم الواحد يتوب، وكلمه التوبه معناتها تصحيح المسار. يعني نحن كنا ماشيين انحرفنا شوي مع الهموم الحياه كذا، التوبه اني صحح المسار وارجع لطريق ربنا القويم. الفضيله الثالثه يلي هي اعمال المحبه. انا لما صوم لازم اكسر رغيفي مع المحتاج، فهيدي اعمال المحبه يلي هي متشكله وانواع كثير من اعمال المحبه. هي الفضيله الثالثه بيتعلمها المؤمن قبل ما يفوت بالصوم. والفضيله الاخيره يلي هي قبل بيوم من الصيام بنسميها فضيله الغفران. اصعب فضيله يمارسها المؤمن هي ان يغفر. وان يغفر شو يعني يغفر؟ يغفر مو بس انه يسامح، يغفر انه يقدر يعمل عمل محبه لشخص اساء له. مش بس انه يغفر له وينسى له الاساءة وما يرد له الاساءة بساءة، ولكن ان يصنع المحبة لشخص اساء اليه. عشان هيك علمنا السيد المسيح قال احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم. عشان هيك نحن نوصل للفضيلة الرابعة فضيلة الغفران. يمكن الواحد يظن انه هي صعبة كثير، بس المتواضع والتائب واللي عنده اعمال محبة بصير الغفران سهل جدا، لانه صار يعني فضيلة سهلة جدا. نوصل لبداية الصوم. الصوم بياخدنا بست مراحل، كل أسبوع مرحلة. هالست مراحل بمنتصفها منحط الصليب يلي هو محور حياة المسيحي. نحط الصليب في نص الكنيسة مشان المؤمنين يلي صار لهم 20 يوم صايمين إذا تعبوا يرتاحوا تحت الصليب، ياخدوا قوة من الصليب ويكملوا مسيرتهم الروحية. في الأسبوعين اللي بيسبقوا أسبوع الصليب بيكون في عنا عن تعاليم الإيمان. بناخذ نحكي عن بعض العقائد المسيحية الضرورية المهمة للمؤمن. الأسبوعين اللي بعد الصليب هن مين أبطال الإيمان اللي قدروا يعيشوا هذا الإيمان. ما يمكن أحيانا لما نسمع عن العقائد نستصعبها، بنقول طب مين بيقدر يعيشها؟ مين بيقدر يعيش التواضع والتوبة وأعمال المحبة والغفران ويعيش العقيدة الإيمانية؟ بنعطيهم أمثال. أول مثل بنعطيه عن أحد الرهبان اسمه القديس يوحنا السلمي، وهذا كان رئيس دير سان كاترين بسينا مصر. ف
فممكن واحد يقول لي طب هذا راهب، هل من الناس اللي من الرهبان العلمانيين قادرين يعيشوا هذا الموضوع؟ نعطيهم مثال عن قديسة اسمها مريم، يلي كانت هي إنسانة طبيعية عاشت حياتها طبيعية، ولكن انحرفت بوقت من الأوقات وتابت، تواضعت، صار عندها أعمال محبة، غفرت، صارت قديسة. معناتها القداسة هي مطلوبة من الجميع ومقدمة للجميع. كنت عم بحكي عن المحور السلام، الهدف الأخير في الصوم الأربعين المقدس اللي احنا هلأ يعني شارفنا على خلص على الانتهاء، أنه نحقق سلامنا، السلام الداخلي للمؤمن. كيف بده يحققوا هذا السلام؟ بده يكون أولا بسلام مع الله، بيصلي، بيصوم، بيعمل أعمال، بسلام مع الطبيعة، ما بيأذي الطبيعة، ما بياخد من منتوجات الحيوانات، بيتركها للأمهات تبعت الحيوانات، بسلام مع الآخرين بأعمال المحبة والغفران، بالتالي بيحقق سلامه الذاتي لما يصير فيه سلام مع الله، سلام مع الإخوة، سلام مع الطبيعة، فبيحقق سلام داخلي. هيك يكون حققنا هالمحورين، يعني هو محور، كل محور الصيام هو يدور حول محبة، محبة الله للإنسان ومحبة الإنسان للإله اللي أحبه قبل، ومحور الثاني هو محور السلام. نعم أبونا، خلينا نروح إلى أسبوع الآلام، الأسبوع يعني يلي كل المسيحيين بيشاركوا بالصلوات، يعني وفي كمان طقوس تقام بهذا اليوم، من كشاف، من عروض، يعني تجسدت على أرض الواقع. خلينا نحكي عن هذا الأسبوع وأهمية المشاركة فيه، وعن أنه نحن قديش يعني لازم يكون عندنا هذا الإيمان، هذا الخشوع، هي السلام اللي حكينا أنه نحن نحققه بأسبوع الآلام. نحن بنقول صيام الأربعين المقدس، صيام الأربعين المقدس بيخلص قبل أسبوع الألم، بيخلص بأحد اسمه أحد الشعانين، أحد دخول السيد المسيح إلى أورشليم بفرح ومجد عظيمين. بهذا اليوم نحن صحيح يسوع دخل إلى أورشليم وكان في فرح، العالم مبسوطة والأطفال استقبلوه، كانوا بيصرخوا أوشانا في الأعالي ومبارك الآتي باسم الرب، الناس فردوا ثيابهم قدام يسوع، بس يسوع كان داخل لا يدخل بأسبوع ألام. الناس ما كانت عارفان أنه داخل لأسبوع ألام، هو كان مفتكرينه داخل منتصر، بس هو الانتصار الحقيقي هو تم بالنسبة إلنا هو على الصليب، لما تمت المصالحة الأخيرة بين الله والناس. ببلش أسبوع الألام من أحد الشعانين، يعني بيكون في زياح حوالي الكنيسة وفطرات صحبة الكشاف والجوقة. الجوقة بتكون عم بترنم ترانيم خاصة بهذا اليوم، يوم الدخول إلى أورشليم. الجوقة بتكون مزينة ومحتفلة، حاملين غصن الزيتون وسعف النخيل يلي بيرمزوا للسلام. بتعرفي إنه لما حصل الطوفان نوح أيام زمان، وكان نوح ناطر يشوف إنه هل صار في سلام على الأرض، وأطلق الحمامة، عادت الحمامة وفي فمها غصن زيتون علامة للسلام وللخلاص من الطوفان. مشان هيك أخذنا الزيتون هو رمز للسلام، من هيك إنه الكشاف والجوقة بيكونوا حاملين الشموع وحاملين سعف النخل وأغصان الزيتون. هلا الشمعة اللي بيكونوا حاملينها، هلا صارت الشمعة للأولاد، بس هي عادة الشمعة للمؤمنين الكبار. الشمعة بترمز لنور نور الله في حياتنا، انه نحن بيقول فليض وجهكم امام نوركم امام الناس فيروا اعمالكم الصالحه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. المؤمن باحد الشعانين بيجيب شمعه وبيضويها من الكنيسه وبيدور بهذا الزياح، وبيكون مزين الشمعه بالزيتون والورود يلي بترمز لاعماله، اعماله الحلوه. فهي الشمعه بترافق المؤمن اسبوع الالم كله. فبيجي على الاولاد، لانه بيقولوا نحن ما عندنا اولاد، ما رح نشارك بالشعنين، نحن ما عندنا اولاد، كلياتنا مدعوين، كلياتنا مدعوين، واعمالنا هي اعمال واحد كبير، الطفل اصلا هو بريء واعماله. فهي الشمعه المزينه بترافق المؤمن من احد الشعنين لسبت النور. لسبت النور من هون يعني اجى الاسم لعده اسباب. اولا كان هذا السبت
اللي بيستعدوا الناس فيه للاستنارة بالمعمودية، فكانوا يسموه سبت الاستنارة. بس لما صارت ظاهرة النور المقدس اللي بيفيض من القبر كل سبت نور كل سنة، فتحول بدنا نوقف عند نقطة فيض النور، فتحول إلى الاسم إلى سبت، هو كان اسمه سبت الاستنارة من بسبب أنه الناس كانوا بيتعلموا بيدرسوا بيستنيروا، فبيدخلوا إلى السبت بيتعمدوا وبيحضروا داس الفصح وبيتناولوا لأول مرة، فكانوا اسمه هذا سبت، سبت الاستنارة. الشمعة بترافقهم للمرتلين والمؤمنين والكل الأطياف في الكنيسة طول أسبوع الألم، بيجوا في كل يوم المساء بيحملوها بصلاة اسمها صلاة الختن. الختن يعني العريس، ونحن عم نحكي عن النفس، فهي خطبة النفس لعريس السماوي اللي هو الله. فنحن مثل ما العروس تبقى متجهزة وناطرة عريسة يجي، هيك المؤمن نفسه لازم تبقى مستعدة ليجي عريسة السماوي بأي وقت ويطلبها. ففي عنا أول ثلاثة أيام يلي هن الأحد بالليل، اثنين بالليل، ثلاثة بالليل، صلاة بنسميها صلاة الختن، يلي فيها المؤمنين بيحملوا الشمع، نطفي الأنوار بالكنيسة وكل واحد حامل شمعته كأنه عم بيحكي عن حاله، أنه أنا أعمالي مضيئة أمامي، مشان لما يجي العريس يشوف الشمعة مضاءة فيعرف أنه هو هي نفس مستعدة بأعمال صالحة. نوصل للأربعة يلي هو الأربعة المساء، هو بنسميه نحن أربعة التسليم، لما يهوذا الإسخريوطي سلم يسوع المسيح المعلم في بستان الزيتون. بهذا اليوم نحن بنعمل صلاة اسمها صلاة تقديس الزيت، تكريس الزيت، يلي كل الناس بتجي على الكنيسة بنصلي على الزيت، بيتقدس الزيت، بيتبارك الزيت، ومنبارك كل المؤمنين بنمسحهم بالزيت كأنهم عم بيشاركوا بدخول المسيح في ليل الألام تبعيته. يوم الخميس هو رمز للعشاء السري صباحا، المساء لأنه السيد المسيح أسس سر الإفخارستية أو سر الشكر للداس الإلهي يوم خميس العهد، يوم العشاء السري. إحنا بنعمل الداس صباحا لهذا الموضوع، بنسميه كمان غميس، خميس الغسل، لأنه بنغسل الموائد في الكنيسة، بنغسل الكنيسة، بنغسل نفوسنا قبل ما نغسل إرسادنا لكي ندخل في هاليومين ثلاثة المقدسين يلي يسوع كان فيهم بالمحاكمات حتى وصل إلى الصليب والقيامة وأعطى الخلاص للعالم. الخميس المساء بيكون عندنا بنسميه الـ 12 إنجيل، وفي منتصف الصلاة نعمل صلاة الصلب. بيدور الكاهن يحمل الصليب المقدس، بيدور حوالي الكنيسة، وبعدين بيحطوا الصليب في منتصف الكنيسة، ومنرتل كلنا الترتيلة المشهورة اليوم علق على خشبة، ومنكمل الصلاة. ثاني يوم الجمعة صباحا عندنا صلاة إنزال المصلوب وترتيب وتحضير للجناز. المساء بيكون الجناز سيد المسيح، يلي طبعا كل الشعب صار حافظ تقاريز الجناز يلي صاروا معروفة، وخاصة بعد ما السيدة فيروز غنتها للترانيم تقاريز الجناز. نعمل جناز المسيح، ونعمل الزياح النعش، بيكون مغطى بالورد. هذا الورد بياخذوه المؤمنين بركة على بيوتهم، عادة هذا الورد اللي بياخذوه بينشفوه وبيصيروا يحطوه مع البخور بالبيت، يعني بيصيروا بخروا فيه كمان كبركة، نوع من البركة. يوم السبت يعني نوصل للسبت اللي بيسموه سبت النور، بنعمل الصبح القداس، والظهريات ننتظر خروج النور من القبر المقدس، وبيكون في مندوبين عن كل الكنائس موجودين في كنيسة القيامة وخارج القبر. أول ما يفيض النور من القبر المقدس في له طقس عم نتابعه، صرنا نقل مباشر حي على التلفزيونات. البطريرك القدس للروم الأرثوذكس بيجي بزياح، وبس يوصل على باب القبر بيشلح ثيابه الكهنوتية كلها، بيضل برداء أبيض، وهالأيام بيتم تفتيشه عن طريق الشرطة، شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بيفتشوا القبر
وبعدين بيدخل إلى القبر وبإيده شمعتين، كل واحدة 33 شمعة مؤلفين من عمر السيد المسيح على الأرض. بيفوت على القبر وبيسكروا الباب، بيختموه الشمع الأحمر، بيبقى لوحده بالقبر وبيصلي بيصلي بيصلي إلى أن يخرج النور من القبر وبينور الشمع اللي بإيده. لما بينور الشمع بيفتحوا القبر وبيطلع البطريرك وبياخذوا العالم كله النور من بأول فترة، ما بتحرق بأول دقائق، يعني بنشوف على الهواء مباشرة. في ناس بيحطوه على دقنهم، بيحطوه على شعرهم، ما بيكون عندها خواص النار، عندها خواص نور، ما في خواص للنار اللي بتحرق، حتى بيحطوه على ايدهم، بيحطوه على شعرهم، دقنهم، وبتنتقل الشعلة إلى كل أقاصي الأرض. يكون في مندوبين عن كل وطائرات جاهزة بينقلوا النور إلى العالم بواسطة هذه الطائرات. هذا سبت النور، بس سبت النور لا يعني أنه القيامة تمت. يعني سبت النور هي مثل البرق اللي بيسبق المطر، منشوف البرق، نسمع صوت الرعد، بس لسه القيامة ما تمت. المساء بيكون السيد المسيح صار له 3 أيام في القبر مثل ما النبوءات بتقول. في مساء السبت منصلي صلاة صلاة الهجمة، نبتديها من خارج الكنيسة وبعدين ندخل إلى الكنيسة ومنقول المسيح قام، وهيك نحتفل مع بعضنا البعض كلياتنا. هالسنة في بركة زيادة، أنا انتبهت أنه أول أحد الماضي كان فصح الغربي، الأحد هذا فصح الشرقي، أبونا كان في 17 نيسان والفصح الغربي وفصح الشرقي وعيد رمضان الفطر السعيد. يعني كأنه يعني ربنا عم بيقول للسوريين أنه اللي بدي يفرحكم قد ما فيه. إن شاء الله تكون هيدي علامات النصر، بتبلش هيك يعني إن شاء الله وننفرج. ويمكن كل سنة نحن عنا خصوصية لعيد الفصح اللي هو أساساً سر عيد الأعياد مثل ما بنسميه، وسر الدين المسيحي بالقيامة والرجاء والفداء. هي المسيرة اللي يمكن كل سنة عم بيعيشها السوريين بشكل مختلف، مسيرة الرجاء من أجل الخلاص من الإرهاب، مسيرة الرجاء من الخلاص من الظروف الاقتصادية حالياً اللي عم بيعيشها السوريين. وبكون الكنيسة هي الداعم الأول للإنسان السوري المؤمن بظل هاي الوقت. قديش في لكم دور، وقدي أيضا احنا بنعرف طبعا أنه الكنائس بتظلل على رعاياها بقدر المستطاع. طبعا هي يعني جوهر القيامة، احنا بنعيشه بشكل يومي، وهذا اللي بننقله للمؤمنين بالكنيسة دائما، أنه مثل ما في القرون الأولى، مثل ما من أيام السيد المسيح كان عم يعيش هالأجواء، جو ألم ولكن من بعده في قيامة، جو عتمة ولكن بعده في نور، جو حزن ولكن بعده في فرح. عشان السيد المسيح بالتطويبات بيقول طوبى للحزان الآن لأنهم سيضحكون سيفرحون. يعني دائما في عنا هذا الرجاء أنه من بعد هالغمة في فرح ورجاء وقيامة. مشان هيك بتشوفوا نحن بنسميه هذا الأيام، بنسميه الحزن البهي. صحيح هو حزن ولكن سيقول إلى مجد، سيقول إلى الفرح. مشان هيك بتشوفوا الترانيم، هلا بنشوف بعد شوية الترانيم، الترانيم رتمة سريع، منا حزينة ومملة. صحيح حزن ولكن مصحوبة بالفرح، مصحوبة أمل، لأنه المسيح مات بس قام. المسيح يعني تركنا ولكن هو معنا إلى الأبد، يعني أعطانا الرجاء بالخلاص والقيامة. لكن أنه هذا الشعور الدائم، القيامة المتجددة، الإنسان يعني إذا ربط القيامة وأحداث القيامة بحياته اليومية فقادر أنه كثير يتجاوز شغلات كثير، ويوصل من مرحلة لمرحلة ثانية فيها راحة وفيها فرح وفيها سعادة. مثل ما يعني لو سيد المسيح ما رضي يكمل الموضوع ما كنا وصلنا للفرح الحقيقي. لكن انه نحن بدنا نتشبه فيه، وانه مثل ما قلت لكم قبل شوي انه نحن بنحط الصليب بنص فترة الصوم، العالم اللي صامت تعبت وتجربت وترجع تاخذ القوة، وصل مثل اللي بيكون مثلا بده يروح رحلة وكأنه شاف نهاية الرحلة فبيرتاح، يقول الحمد لله على السلامة وصلنا. فهو هذا هي الفكرة الأساسية، نحن بننقل لشعبنا انه يعني الصبر ضروري،
وبصبركم تقتنون نفوسكم. نحن صحيح مرئين ولكن فيها فرج بعد هاي العزاء. إن شاء الله يا رب. أبونا خلينا نحكي شوي عن رموز العيد. يعني في أشخاص بيكونوا بعيدين ولكن في أسبوع الآلام بيتقربوا أكثر من الكنيسة، في تحضيرات للعيد، في بيض بينسلى، في ضيافة بتتحضر، في طقوس كثيرة نحن بنمارسها بهيدا العيد. خلينا نحكي عن هي الرموز، وخلينا نحكي يعني قديش اليوم مهم نحن نعلم أبنائنا أنه أوكي نحن عم نمرق هلأ بظروف صعبة، ما فينا نكون على أكمل وجه، قديش مهم أنه نحن العطاء نكرسه أكثر ما أنه نتزين بزينة غالية تستمن. يمكن نتدين لنلبس أولادنا شيء مهم، لا ممكن نخليهم يعملوا شيء خير بيرجع لقلهم أفضل طبعاً. خلينا نحكي عن الرموز وكيف نحن لازم هلأ هيك نتعامل مع الأولاد الصغار، لأنه دائماً بيقولوا العيد للأولاد ونحن كيف منربي وكيف منزرع أكيد لقدام منشوف. هو أهم رمز من رموز العيد اللي هو معترف عليه بكل العالم هي موضوع البيض. طب ايمتى بنسلق البيض مشان ما نكفي لانه بيقولوا السبت او لا هلا نحن رح نسلقه السبت بعد الصلب. تمام نسلق البيض السبت المساء من بيتم توزيعه بعد ما نقول المسيح قام. ليش البيضه هي رمز للقيامه؟ لانه البيضه بعدين مو مش نحن لسهوله الحياه صرنا نسلق بيضه الدجاجه. بس هو عادة رمز القيامة بيضة النعامة. بس نعامة بيضتها غالية وكبيرة وكذا، فما بيقدر انه هي تكون. بس المعنى الأساسي واحد. البيضة هي عبارة عن كلس، مثل من مادة كلسية، كالسيوم يعني، ومقفولة من كل الجوانب، ما في مجال للهواء للأكسجين. بس جوا في حياة. مثل ما القبر من جبصين او رخام، بس جوا ما في موت، جوا بالقبر المسيح في حياه. يعني بس بيضه نعامه ليش؟ لانه يقال انه النعامه عندها حكمه الله اعطاها انه بتخاف على البيض تبعها من المفترسين. فالنعامه هي الطائر الوحيد يلي بيبيض وما بيقعد على البيض، بيبيض وبيراقب البيض من بعيد. لما الحيوانات بتشوف النعامه قاعده بيفتكروا انه في تحتها بيض فبيهاجموها، ما بيلاقوا تحت شيء، بتكون انقذت اولا البيض طبعا. مثل ما السيد المسيح لما كان بالقبر ما كان محتاج حدا يقومه، حدا يعطيه مساعده ليقدر يقوم، فقام بقوته الذاتيه. مثل ما البيضه الناعمه ما محتاجه انه امها تقعد عليها مثل اي انواع من الطيور الثانيه يعني اللي لازم تقعد عليها. هلا البيضه هي بلشت مع قديسه اسمها مريم المجدليه لما راحت الى روما تشتكي بيلاطس البنطي يلي انه وافق على صلب السيد المسيح، وبس عم تقول له للامبراطور انه السيد المسيح تعرض لظلم وانحكم عليه ظلم ومات ولكن قام. فهو سالها يومتها انه طب شو الدليل؟ فكانت معها بيضه فقالت له هي البيضه شو لونها؟ قال لها ابيض. قام قلبتها قالت له هلا؟ قال لها حمراء. قالت له وهلا؟ قال لها صفرة. فكانت هالمعجزة اللي حصلت بإيدها للقديسة مريم المجدلية، وقالت له شرحت له أنه شايف هاي البيضة كيف أنه بتفكر هي ما في منفذ هواء فاللي جوا ميت. هيك كان قبر المسيح مثل قبر ولكن من جوا كان في حياة. فهي الرمز، هي رمزية البيضة. عادة في الكنائس بنحط البيضة على حامل الأيقونات، بيضة النعامة نحطها. هلا نحن معنا بس بكنيسة المريمية موجودين. المؤمن اللي قاعد عم يصلي بيكون عم بيراقب يعني البيضة مثل ما عم يراقب المسيح القائم من بين الأموات. هو مشارك وليس متدخل بهذا الموضوع. هذا الرمز هو الأساس يلي هو رمز البيضة. أما الرموز الثانية اللي عم تجي، في أحيانا رموز مرفوضة من الكنيسة لأنه لا ترمز إلى إيماننا، يعني مثل الأرنب. الأرنب ما له علاقة بالموضوع. هو الأرنب هو من أيام الوثنية يرمز إلى الخصب بديانات وثنية ولا يرمز إلى ما لا يمت للمسيحية بصلة. نحن الرمز الأساسي هو فقط البيضة بسبب حادثة القديسة مريم المجدلية منلونة بسبب هذا الموضوع، ولكن هذا هو الأساس يعني فيها.
طب يعني نحن اليوم التعليم الكنيسي الأساسي هو أنه تجميل أنفسنا بالفضائل قبل التياب، ويعني مش المهم الجمال الخارجي، المهم هو الجمال الداخلي. هيدا بنزرعه طوال فترة الصوم بالمؤمنين، يلي أنه هيك لازم نعمل إن كان مع الأباء والأمهات أو إن كان مع الأطفال، أنه نحن الشمعة البيضة وهذا هو الرموز. هلا في عند العادات الثانية بيعملوا كعك، بيعملوا شغلات ثانية بالبيوت، هيدا عادات كل بتختلف من منطقة لمنطقة، بس الكنيسة الأساس هو هذا هو أهم الرموز تبعيتها، يعني هي البيضة والشمعة والزيتون وسعف النخل. ودائما تيجي الأعياد بموسم الانتقال كمان لحياة الأرض نفسها، فدائما بترتبط عيد الفصح بالربيع، فبنشوف حتى بدول تانية يترافق عيد الفصح مع عيد مثلا بمصر شم النسيم، مع عيد الربيع بدول تانية، لأنه سيدنا المسيح لما قام بدأت حياة جديدة، الأرض تنفست، عادت الحياة، دورة الحياة. وهون لازم نحكي عن السر، سر الصوم اللي بياخده الإنسان من فترة الصيام إلى القيامة، اللي هو عم بيجدد نفسه كل سنة، عم بيعيد دورة حياته من الداخل، عم ينظف جسده، عم ينظف روحه. قد في أهمية لنقوم بهيش خليني أقول الواجبات، بس نقوم فيها بالشكل الصحيح، مو بس بالشكل الظاهري، إنه أنا صايم بس أنا بعمل أي شيء بدي إياه، فقط صايم عن نوع معين من الطعام، أو حتى بغير أديان صايم عن الأكل والشرب، وهذا مو صوم بالنهاية. يعني هو الـ لنفهم الموضوع أكثر لازم نعرف كلمة فصح شو يعني، لأنه نحن بالكنيسة منمر بفصحين، هذا الفصح بنسميه فصح الربيع لأنه بيجي بالربيع، وفي عندنا الفصح الشتوي اللي بيجي بالشتاء. الفصح الشتوي كلمة فصح تعني العبور، العبور من مكان إلى مكان. السيد المسيح لما ولد على الأرض عبر من السماء إلى الأرض بالطريقة اللي كلياتنا نعرف كيف تم البشارة لوالدة السيدة العذراء، وكيف بشرها الملك وكيف حبلت. فانتقل المسيح بهذا الفصح الشتوي من السماء إلى الأرض. الفصح الربيع هذا هو الانتقال من الأرض إلى السماء. فكلمة الفصح هي العبور من مكان إلى مكان. فنحن بهذا العيد مندرب نفوسنا على الانتقال من الدنيويات إلى السماويات، من الأرضيات إلى الروحانيات، لأنه في الأخير نحن مهما كانت أيام سنيننا على الأرض فهي معدودة، وكلياتنا حياتنا الحقيقية والأخيرة هي رح تكون في السماء. فهناك نحن فترة الأرض هي فترة الاستعداد، فترة التحضير لما بعد حياتنا على الأرض، فهناك بدها تكون مربوطة بهذا الأعمال، بالمحبة اللي حكينا عنه، بالسلام، بالأعمال الفضائل، بالغفران، بكل هالأمور كلها اللي رح تساعدنا بفصحنا، عبورنا نحن كناس من هاي الأرض إلى بيتنا السماوي، إلى أرض، إلى الأرض الجديدة اللي رح تكون في ملكوت السماوات. من هيك نحن يعني هاي الأيام هي أيام تدريب إنه كيف رح نكون بالمستقبل، نحن رح نكون هيك. فالفصح هو الانتقال من هذا المكان إلى مكان أفضل، من مكان هذا كله حزن، كله تعب، كله شقاء، كله مرض، كله وجع، إلى مكان كله راحة، كله فرح، كله سعادة. نعم أبونا، يعني حديثنا يطول وما بيخلص، أدمانه حلو، والعيد أكيد بيكتمل مع حضرتك، ينعاد عليك إن شاء الله وعلى عائلتك وعلى كل الرعية، رعيتك أكيد بدنا نخصهم بهي المعايدة القلبية، ونقول لهم المسيح قام، حقا قام، إن شاء الله بينعاد عليهم، وخلي لنا هيك أبونا اللي بيعطينا جرعات كبيرة من الأمل ومن قيامة من داخلنا. شكرا كثير لك. صح مجيد، وكل عام بخير، وأهلا وسهلا فيكم، وبدي أتمنى لكم لعائلاتكم وللكادر اللي معكم وللكل الإعلام السوري والجيش والشعب والقيادة وكلهم كلهم فصح مجيد، مسيح قام، كل عام وانتم بخير. مسيح قام، حقا قام. شكرا لك أبونا، أعياد مباركة عليكم يا رب. طول عمرك.
بكم إلى موجز لأهم الأنباء. قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم بالقذائف الصاروخية استهدفت نقطة عسكرية لهم في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي. وذكرت مصادر محلية أن هجوما بالقذائف الصاروخية نفذها مجهولون استهدف نقطة عسكرية لميليشيا قسد في بلدة ذيبان بالريف الشرقي بالتزامن مع اشتباكات عنيفة ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي ميليشيا قسد وإيقاع خسائر مادية بالنقطة العسكرية. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كونشينكوف تدمير مركز اللوجستي لتخزين الأسلحة الغربية القادم من الولايات المتحدة وحلفاء إلى أوكرانيا في مطار عسكري بأوديسا الساحلية. وكشف أن صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو وتمكنت من تدمير مركز اللوجستي في مطار عسكري بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية، حيث تم تدمير وتخزين كميات كبيرة من الأسلحة الأجنبية الواردة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وأضاف أنه تم تدبير 22 موقعا عسكريا في أوكرانيا وثلاثة مواقع للقيادة والمراقبة وأحد عشر مركز إسناد عسكري بالإضافة إلى تجمعات للقوات الأوكرانية. منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة للاحتفال بسبت النورة. قوات الاحتلال كثفت حواجزها العسكرية في البلدة القديمة بالقدس وفي محيط الكنيسة والطرقات المؤدية إليها، ولم تسمح إلا لأعداد قليلة من المسيحيين بالوصول إليها بينما ينتظر الآلاف على الحواجز. أخيرا وقبل آخر الأخبار عن العاصفة الغبارية في سوريا، حيث أكد المتنبئ الجوي حسان الجردي أن الأجواء السديمية المغبرة التي تسود العاصمة دمشق والمناطق الجنوبية والشرقية والجزيرة والبادية ستكون ذروتها يوم الأحد، وتوقعات بهطول أمطار موحلة غدا في المناطق الجنوبية والشرقية والقلمون، وأن تنخفض هذه الفعالية اعتبارا من يوم الاثنين على العاصمة دمشق والمناطق الجنوبية، على أن تستمر بفعالية أكبر في الجزيرة والبادية. ختام الموجز، إلى اللقاء. مستمرين بصباحنا لليوم وبحلقة عيد الفصح، إن شاء الله بينعاد على الكل بالخير والبركة. هي الحلقة الاستثنائية ومتابعين بفقراتنا سلمى. أكيد ليا، رح نحكي كمان بهي الفقرة عن مدارس الأحد الأرثوذكسية اللي بتحافظ على تعليم المحبة واللقاء مع الآخر وتنشئ جيل مفيد لمجتمعه ولا كنيسته. لنتعرف أكثر عن نشاط المدارس بصيرنا نرحب بالسيدة ماري آن صفر، مسؤولة العلاقات العامة بمدارس الأحد. صباح الخير وفصح مجيد. صباحكم، صباح النور، يا هلا. صباح الخير، يسعد صباحي، حقا قام. يعني بالبداية مدارس الأحد يعني بنسمع كثير فيها، كلنا كنا يعني نحن وصغار وقت كبرنا مشاركين أكيد بمدارس الأحد بفعالياتها بتعاليمها الدينية بتأثيرها بحياتنا، وخاصة يمكن هلأ لها دور كتير كبير بتأثير على كل الناس، مو بس صغير وكبير وكل حدا. يعني اليوم كتير بحاجة نحن لبعض للكلمة الحلوة لنعمل فعاليات تحسسنا بقيمة بعض ونحس بالآخر أيضا. خلينا نحكي عن يعني هلأ فترة العيد، شو هي مدارسنا، شو هي نشاطاتنا اللي منقدمها؟ مدارس الأحد هي عمرها 8 سنة، يعني لورا كتير إلى وقت حلو. يعني هلأ مثل ما أنت حضرتك حكيتي أنه بتتجسد هالفعالية بالأعياد، يعني نحن تعليمنا طول السنة بس ولكن بتجسد بفترة الأعياد، يعني بيكون في إلنا عمل معين بنقوم فيه بفترة الأعياد بمرحلة الطفولة الإعدادي الثانوي، نحن لأنه من الطفولة للعائلة فبتجسد هالعمل هذا بفترة الأعياد بمساعدة، نحن متواجدين بكل الكنائس بالاتفاق مع كهنة الكنيسة، فبيكون في إلنا عمل نشاطي
إذا في طفولة، وفي عمل خدمي نحن بنمارسه بالأعياد اللي هي مساعدة الآخر مثل ما أنت. فنحن عملنا بينطلق من نفسنا إلى الآخر، فبهالفترة في إلنا في عمل خدمي للآخر، بتوزع إعانات للعيال يلي نحن في عنا داتا، يعني خاصة بفترة الأزمة اللي نحن مرينا فيها، ففي إلنا مساعدات بنقدمها لبعض العيال يلي موجودة معنا يعني. طب ست ماري، يعني نحن دائما بنكون عم نحكي عن مدارس الأحد وعم نحكي بشكل عام عن كل الأنشطة اللي بتقوم فيها الكنيسة واللي لها دور فاعل ببناء الإنسان وتهيئته للدخول بمجتمعه إنه يكون فاعل. خلينا نحكي عن هذا الشق وكيف طبعا عم بتقوموا بهذا الدور خلال هاي الفترة مع كل الفئات العمرية اللي هي طبعا بتتردد على مدارس الأحد. هلا نحن مثل ما حكيت نحن عملنا ضمن الكنيسة، يعني ما بننفصل أبدا عن تعاليم الكنيسة. هلا هي الى درجات، يعني بنبلش من الطفوله، بيتهيأ هيدا الطفل لانه يشتغل على الكلمه وفعل الكلمه. يعني الرب يسوع اعطانا فعل، ما اعطانا بس كلمه، يعني انه انت بدك تكون فاعل بكل معنى الكلمه. يعني المحبه هي فعل، الخير هي فعل، العطاء هو فعل. فهيدا ببلش من الطفوله وبتستمر بمراحل، كل ما كبرنا في شيء معين يعني بده يتلقى، لنوصل لمرحلة يصير هيدا الشخص قدران فعلا انه يعطي. يعني احنا ارشاد الطفولة ببلشوا من الثانوي، ببلشوا بيعلموا، يلي تعلم ببلش يعلم. فان شاء الله نكون فعلا لنا اصداء مثل ما حكيتي، يعني يكون في لنا صدى حلو بالمجتمع، لانه الهدف الاكبر هو انه نكون كتلة بالكنيسة ما منتجزأ، نحن ايد واحدة، حياتنا مشتركة، اوجاعنا مشتركة، محبتنا لبعضنا هي الأساس يعني. نعم. بالعمل ست ماري، شوي هيك بتلاقي هذا الجيل صعب، جيل التكنولوجيا، جيل السوشيال ميديا، جيل اللي بس بده يقعد على الموبايل، جيل شوي خلينا نقول، هي ما بدنا نظلم الكل، بس انه بعده شوي عن الكنيسة. صح. صرتي صعب انك انت يعني تزرعي قيمة داخل الأطفال بسبب يمكن ظروف، بسبب انشغال أهل، ظروف كثيرة ما بدنا نحكي عنها، ولكن خلينا نحكي اليوم بمدارسنا. هي القيم كيف نحن واجبنا نزرعها لأي طفل عنده تعثر من قبل أهله بتقبل الآخر، باندماجه بالمجتمع؟ اليوم نحن قدي دورنا مهم كأفراد، كشبيبة، كأطفال أيضاً تشاركنا بغرس أي قيمة، بغرس العطاء، بغرس المحبة، وبغرس أيضاً تعاليم الكنيسة يلي هي كتير صح أنه تكبر مع الولد الصغير. هذا سؤال كتير كبير يعني، عرفتي كيف؟ هلأ أي مثل ما قلتي التكنولوجيا، يعني هذا موضوع كتير لازم نحن نحكي فيه ونركز عليه ومنعاني منعاني يعني عم نحكي واقع. هذا مجتمع أنت مفروض عليك شيء معين، فنحن أي منعاني مثلنا مثل أي بيت أو مجتمع صغير يعني بيعاني من هيدي القصة. هلأ نحن بدنا نحاول أنه نواكب شوي بالشيء الإيجابي، يعني احيانا حتى طريقه عرضنا للموضوع يعني بتتطلب انه نحن التكنولوجيا، فهيدا شوي بتوصلي، في شيء ورقيات، في شيء لا تكنولوجيا بنستعملها لتقدري توصلي للولد، يعني طبعا الطفوله نحن عم نحكي. تمام. هلا في تعاون مشترك بيننا وبين الاهل، يعني اذا في اي مشكله معينه يفضل انه يكون في تواصل بيناتنا لنقدر فعلا انه نحن نقدم شيء ايجابي لهالمشكله، يعني ما انه بس مجرد تدخل يعني. فنحن لا بدنا نحاول اذا بنقدر انه نعالج اي مشكله عم بيعاني منها الطفل بين البيت وبين التعليم اللي نحن عم نمارسه. هلا كيف بتعلمي الولد؟ نحن في عنا مثل ما قلت لك بايام الاعياد انه انت مساهمه منك لهالطفل بتبلش. نحن كان في شيء اسمه يوم الكيلو، يعني احنا بنجمع من نطلب من الولد انه يقدم شيء من كاسه رز، كاسه سكر، كاسه برغل، يعني كنا نقول له كيلو، انه كيلو برغل، كيلو رز، كان ينبسط. هلا يعني كاسه منيحه، هلا صفها كثير صعب. فنحن بنطلب انه انت مساهمه ماديه من خرجيتك، من الشيء اللي انت معك. فنحن بنجمعهم وبيشارك، يعني بيشوف كيف الموضوع عم بيتجمع، عرفتي كيف، وعم بيتقدم. لانه حتى احيانا نحن في لنا زيارات
لهالعيال اللي هي محتاجت لنا ونحن محتاجينهم، لانه العطاء انت ما تشوفي بالبسمه والفرح على وجه هالاشخاص اللي انت عم تتعاطي معهم، فبتحسي انه الموضوع وصل بكل معناه الاساسي الاخلاقي الانساني يعني. فهالولد هذا بينبسط يعني، او مثلا بيساهم بتنظيف الكنيسه، فهذا كله عوامل هي مساعده ليقدر فعلا يبني حاله، يكون له مساهمه هو ببناء شخصه هو يعني. فان شاء الله نكون عم نقدر نساهم بهذه القصه ان شاء الله يا رب. ودائما بنسال هذا السؤال ليا، كل شخص متطوع بالكنيسه ان كان بمدارس الاحد او بغير انشطه، او حتى الشباب اللي بيكونوا موجودين بالكشاف، بيكون في لهم حياه موازيه، ولكن حياتهم ووجودهم ضمن هاي الكنيسه بتغير مفهوم حياتهم كاملا. قد ايه مر عليكي شباب وصبايا وحتى حضرتك، قد ايه حسيتي بمطارح معينه لولا وجودي بهذا المكان ما كنت قدرت وصلت بهالخبره، وهالاشخاص هذا التواجد وهي المشاركه اللي نحن كلياتنا دائره الخير بتبدا من نقطه وبترجع لنفس النقطه اللي بدات منها، قد ايه بتحسي بهذا التفاعل واثره على الانسان؟ هلا هو انه انت متى ما انت اخترتي انك تكوني بهيئه خدميه، نحن بنعتبر انه خدميه، فانت عندك الالتزام. هلا نحن هذا هلا بعمرنا بنقدر شوي نحكي عنه هيك بثقه، بس كلنا بنعاني من التناقض، عرفتي كيف؟ في خير وفي شر، وكيف ممكن انه الخير يغلب الشر، عرفتي كيف؟ هيدا بده يختبره كل شخص، يعني نحن علينا نقدم الكلمه وهو عليه انه يختبر ليوصل لقناعه شخصيه، ومتى ما وصل لقناعه وهي صعبه يعني ما لها سهله، بس نحن دائما نقول انه نحن بنغلب يعني بنغلب على الشر، يعني نحن ابناء النور، فنحن لا نحن مالنا ابناء ظلمه، نحن ابناء نور. هلا بنعاني من تناقضات بين الاجيال، بس بالحوار والتفاهم واختيار المواضيع المناسبه وطريقه عرضها هي اللي ممكن انها تفيد اكثر. نحن بدنا نتمنى لك عيد سعيد يا رب، وان شاء الله بينعاد عليكم المسيح قام حقا قام، وينعاد على كل الشبيبه بالخير والبركه، وان شاء الله الايام الجايه احسن. ميرسي لكم كلكم ذوق، ميرسي. هلا شكرا لك، المسيح قام، ونتمنى اكيد دائما الخير يكون موجود، ويعطيكم العافيه على كل الجهد والشغل اللي عم تعملوه. شكرا لكم ولاستضافتكم لنا وتوضاعي على مدارس الاحد. اهلا وسهلا. نعم اكيد متابعين سلمى، وخلينا ننتقل الى معايدات السوريين، ولكن الى حلب والمعايدات القلبيه من اهالي حلب لكل السوريين بعيد الفصح. كليتنا بخير، ان شاء الله ينعاد على الجميع بخير والصحه، ويرجع هالبلد مثل ما كان واحسن. بعيد الناس وبصلي لهم للي هن بحاجه ماديه بالدرجه الاولى. نعاد على الجميع بالخير يا رب، والله يرحم شهداء الوطن، هن اللي يمكن هلا بيرسموا لنا شوي هالبسمه وهالاعياد. أما هلأ ليا رح روح لمحطتنا التالية، ويقال دائما من يرنم يصلي مرتين. رح نتعرف طبعا على الترنيم البيزنطي اللي هو طبعا أداء صوتي وتنغيم صوتي مميز جدا، ويرافق كافة الصلوات الطقسية، لنصغي أيضا لبعض التراتيل القيامة من ضيفنا اللي بنرحب فيه المرنم جهاد حداد. صباح الخير، يسعد أوقاتك. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكم. المسيح قام، وكل عام أنتم بخير وفصح مجيد للجميع. مدواعي سرورنا ان نستقبلكم بكنيستنا، بتشاركونا بالحقيقه فرح القيامه
بفضل شاشتنا الوطنية، وشاشاتنا الوطنية اللي دائما بتواكب مناسباتنا. وبالحقيقة نحن كتير مبسوطين إنه اليوم موجودين معكم. كل عام بخير للجميع، وأهلا وسهلا فيكم. وانت بخير. والبداية مع حضرتك، خلينا نرتل شيء بمناسبة عيد الفصح. يلا اوكي يلا. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت وواب الحياة للذين في القبور، ليقوم الله ويتجدد جميع أعدائي وتبدد جميع أعدائي ويرب مبغضون من أمامي وجهي. إن فصحنا المسيح المنقذ قد اتضح لنا اليوم، فصحا شريفا فصحا جديدا مقدسا فصحا سريا فصحا جليل الوقار فصحا بريئا من العيب فصحا عظيما فصحا للمؤمنين فصحا فاتحا لنا أبواب الفردوس فصحا مقدسا جميع المؤمنين. يسلم هالصوت. يعني مثل ما قالت سلمى بالبداية، من يرتل يصلي مرتين. اليوم خلينا نحكي يعني بأسبوع الآلام، يعني برافق الصلوات والكشاف، ترنيم بتخلينا أكثر خشوع لهالأسبوع، ومن بعدها ترتيل الفرح، ترتيل القيامة. خلينا نحكي عن دورنا نحن كمرتلين كمرنمين بالكنيسة، قديش هالأسبوع بيعني لنا أسبوع الآلام، ومن بعدها إلى العيد. هلا بالحقيقة هو أسبوع الآلام هو باكورة عملنا خلال فترة الصوم وخلال السنة كلها. في حجم كبير من التراتيل والترانيم والألحان الحلوة اللي ما بتنقال إلا مرة واحدة بالسنة. بالحقيقة نحن منرافق كل يوم بيومه الكهنة بتراتيل بتعبر عن المناسبة لكل يوم بأسبوع الآلام. عنا بنبتدي نحن من نهار الأحد أحد الشعنين، مساء الأحد نبتدئ بصلاة الختن تمتد لأحد وتنين وتلاتة. هي الصلوات، صلاة الختن فيها ألحان تقريبا حزينة بتنقل المؤمنين لجو آخر بعيد كلياً عن باقي أيام السنة، وبتعطي انطباع عن الحدث اللي عم نعيشه وهو حدث أسبوع الآلام. بيمتد بعدين عنا الأربعاء والخميس والجمعة، كمان منتابع في عنا ترتيب طقسي بيحمل معاني كبيرة للأيام اللي بيمر فيها طقسنا، كمان نفس الشيء بيرافقه كتير ألحان كتير عذبة كتير حلوة شجية بتخلينا نعيش بحالة نشوة وحالة من ال من ال فيني أقول هو حزن بس هو فرح بنفس الوقت، فرح انتظار. هذا الفرح هو بيقودنا لفرح القيامة. مثل ما كلياتنا بنعرف انه في عندنا الجمعة الحزينة، هي الجمعة العظيمة، فيها تراتيل جناز السيد المسيح، تراتيل كتير فيها شجن وفيها عزوبة بالألحان، الجوقة بتقوم فيها وبتكون بالحقيقة هي ملخص لكل أسبوع الآلام نختمه بجمعة الحزينة. بعدين بنفوت بسبت النور واستعداد لأحد القيامة، وبتنشط جوقتنا بتراتيل القيامة الفرحة اللي بالحقيقة منعيشها كلياتنا مؤمنين بالكنيسة، بتنقلنا لفرح قيامة السيد المسيح.
كمان يعني هي الحالة هي حالة مهمة جدا. اليوم كمان لكم دور وتواجدكم بجميع المناسبات. خلينا نحكي شوي عن الأنشطة اللي بتشاركوا فيها وعن الحالة الروحانية طبعا اللي بياخدها المرنم من مجرد وجوده بالكنيسة أثناء الصلاة وتبادل طبعا الأدوار، وخصوصا بيكون في نظام يعني الترتيل الكورال اللي موجود بالكنيسة، في نظام وفي أعمار مختلفة وفي حالة جميلة بيعطيها الكورال لكل مرنم. هلا بالحقيقة الجوقة هي مهمتها أنه ترد على الكاهنة أو الكاهن اللي عم يقوم بالقداس عوض عن الشعب. فأول أول خاصية لازم تتحلى فيها الجوقة هي امتلاك للصوت، الموهبة الصوت. طبعا إذا ما كان في صوت يعني جميل بده يكون في مشكلة. الصوت الجميل هو بيوصل إحساس الكلمة اللي نحن عم نرددها للمؤمنين اللي بيعيشوا الكلمة وبيعيشوا الحدث بي 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 بالقداس بنفس وقته أو بالصلاة اللي بنقوم فيها. جوقتنا بالحقيقة هي بتقوم بكافة الصلوات على مدار السنة. بتقوم بصلاة، عندنا فترة خلينا نقول الميلاد ورأس السنة وعيد الظهور الإلهي، بتشارك بكافة الأداديس اللي بتصير، بتشارك بكافة الأداديس اللي بتصير على مدار الأسبوع بشكل أسبوعي على مدار السنة. ومثل ما هلأ نحن الحدث الحالي هو صيام الأربعين المقدس، بشكل يومي نحن بنتواجد على 40 يوم الجوقة بتقوم بالصلوات وبتنشد الألحان هذه بتعبر على المناسبة. والصيام في يوميا في عنا صلاة يا رب القوات بشكل يومي، بتكون متواجدة الجوقة ملتزمة وبتأدي دورها بكل جدية وبكل بدي أقول يعني إنه بتعطي حقها للمناسبة اللي هي عم تقوم فيها. نحن عنا بالجوقة بالحقيقة قبل هاي المناسبات الكبيرة اللي بنمر فيها عنا تحضيرات بنساويها على مدار العام. نجتمع على مدار العام بشكل دوري مرة بالأسبوع حتى نحضر المناسبات. إذا عنا شيء مناسبة كبيرة مثل ما تفضلتي، مثل ما قلت لك الأعياد الكبيرة اللي هي على مدار السنة بالإضافة لعيد الكنيسة وبالإضافة لأي خدمة ممكن تكون على سبيل المثال أعراس عمادات شكل ثاني، ممكن تكون الجوقة حاضرة حتى تقدم خدماتها. والجوقة بالحقيقة هي نتاج سنوات بيمر عليها أعضاء الجوقة، بيبدؤوا من صغرهم وبيضلوا. في عنا أشخاص موجودة صار 20 سنة موجودة بالجوقة، تجوزت الأشخاص أنجبت أولاد أولادهم صاروا معنا بالجوقة، وبالتالي عم نشكل أسرة واحدة، أسرة يعني عم تكون لها خدمة مميزة بالكنيسة عن المؤمنين، وممكن تعطي والعطاء مثل ما بيقولوا عطاء أفضل من الأخذ. نعم يعني أكيد وعملكم ودوركم كتير كبير وفي تكنيك محدد وتدريبات معينة بتقوموا فيها أكيد. قبل ما نختم مع حضرتك خلينا أيضا نسمع ترتيلة حابب تسمعنا إياها اليوم بمناسبة عيد الفصح. هلا بدي رتل ترتيلة هي من أولى خلال الصوم الأربعين المقدس، هي أثناء الصيام. سيدة العذراء حامي أيتها الصالحة حامي عن كل الملتجئين بإيمان إلى سترك العزيز، لأنه ليس لنا نحن الخطأ المنحنين من كثرات سيئات، وسيط دائم عند الله في الشدائد والأحزان، سواك
يا أم الإله العالي لأجلي ذلك نجث لك ساجدين فانقذي عبيدك من كل شدة شكرا كثير لك وان شاء الله بينعاد عليكم بألف خير وشكرا لوجودك معنا ويسلم هالصوت. شكرا لكم، انا كثير سعيد الحقيقه معكم اليوم، بتمنى للجميع فصح مجيد، وبنتهز المناسبه اني عايد افراد شعبنا كلياته بالداخل والمغتربين بالخارج، وعيد كمان بطاقه حب لسياده الرئيس بشار الاسد ولجيشنا، ونترحم على جميع الموتى اللي نحن هلا بجيشنا وبفضلهم نحن موجودين عم ننعم بالرخاء والاستقرار، وان شاء الله فصح مجيد. وشكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك واهلا وسهلا فيك، ينعاد عليك بالخير. اما هلا ليا فكمان محطه جديده رح نروح فيها هالمره لحما ومعايدات السوريين بالفصح المبارك، خلينا نتابعها بالتقرير التالي. كل عام وانتم بخير، وبلدنا الغالي سوريا بألف ألف خير. نحن من حما منتوجه بأسماء آيات مباركة والمعايدة لشعبنا السوري العظيم ولقيادتنا الحكيمة ولرئيسنا المفدى بهذه المناسبة وهذه الأعياد الخلاصية التي توصلنا إلى القيامة، القيامة المجيدة حيث قام يسوع المسيح له المجد من بين الأموات غالبا الموت، ومنه نسأل أن تحدث القيامة لوطننا الغالي سوريا من هذه الحرب الكونية التي شنت عليه. نتمنى السلام والمحبة لجميع السوريين بل ولجميع الناس أجمعين في كل العالم، وكل عام وأنتم بألف خير. هيدا الفصح قيامة المسيح ينعاد على الجميع بالخير. المسيح هو رسول السلام للدنيا كلها، ونحن منحتفل بهالعيد من لأن نحب بعضنا جميع. نتمنى ينعاد على الوطن العربي بأسره بالخير والسلامة، وإن شاء الله بيكون عام سعيد على الجميع، وبترجع أمور سوريا مثل ما كانت وأحسن. كل عام وانتم بخير، وينعاد على الوطن الجميع وعلى الوطن العربي بالألف خير وبخير. وأكيد سلمى متابعين بالمعايدات من المحافظات السورية، وخلينا نروح إلى حمص ومعايدات الحماس. مناسبة قدوم عيد الفصح المجيد بوجه معايدة لأخواننا السوريين المسيحيين في كافة سوريا، ونحن عيدون عيدنا، ودائما نحن نشترك سوا بكل المناسبات،
واكيد نحن يعني مجتمع واحد. بمناسبه قدوم عيد الفصح المجيد بهني اخواننا واصدقائنا في الطائفه المسيحيه الكريمه، وقول لهم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون اعياد مجيده وقيامه السيد المسيح يكون خير على هالبلد وعلى هالوطن، والله يجمع الشمل ويفرح الناس، وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير لاخوتنا بسوريا كلياتها. وجه معادي لاخوتنا المسيحيين بمناسبه عيد الفصح، ان شاء الله اعياد مجيده وكل عام وانتم بخير، وعلى الشعب السوري جميعا. وصلنا لمحطتنا الأخيرة، ويمكن مثل ما بيقولوا مسك الختام بكل عيد وبكل مناسبة. هنن الموجودين، هنن أبطال الساحة، هنن دايما اللي الناس بتكون بالشارع ناطرتهم، بالناطرة جولاتهم، وحتى على الشبابيك وبالبلاكين لحتى يشوفوا طبعا جولة الكشاف بالأعياد. هنن اللي رفعوا شعار مستعد كن مستعد دائما. رح نتعرف على كشاف مار الياس، وبيصيرنا نرحب بشادي بشور، هو مسؤول العلاقات العامة بكنيسة مار الياس. أهلا وسهلا فيك، والمسيح قام. حقا قام، أهلا وسهلا فيكم، ينعاد عليكم وعلى الجميع يا رب. ينعاد عليك يا شادي. يعني بالبداية بكل كنيسة لها كشاف، وكل كشاف يعني بيتباروا مين يكون له وقع أقوى، حضور أقوى، إن كان دخل إنه بساحات الكنائس أو بالشوارع يعني. وشفنا أصداء على الفيسبوك إنه قديش حلو الفرح للشام، وقديه بيلبق الكشاف شو عم يعمل بالعيد، ونحن قديش بحاجة يمكن لكم ولجهدكم لحتى تزرعوا لنا الفرحة. خلينا نحكي اليوم دور الكشاف بالعيد، وبنرجع بعدين إلى أسبوع الآلام، وبنرجع أيضا خلال الأيام السنة العادية نحن بشو بنشارك. أهلا وسهلا فيكم. دور الكشاف بشكل عام بالكنيسة هو القاعدة. قاعدة مثل المؤمنين اللي بيجوا بيصلوا بالكنيسة، هن قاعدة للكنيسة، لولا المؤمنين كنيسة ولا شيء. الكشاف هو اللمة، الفرحة اللي بتجمع من طفل للشاب يلي متجوز وجايب ابنه معه على الكشاف. هي الفرحة، هي اللمة، هذا النشاط المشترك، التعاون اللي بيصير بين أصغر عنصر بالفرقة لأكبر عنصر، حتى الشباب المتجوزين اللي عندهم بقى صار مسؤولياتهم اجتماعية وعائلاتهم، بيحاول يعلم ابنه، يزرع بابنه هاي الفرحة، يزرع بابنه هذا الانتماء. بالنهاية هي قصة انتماء، انه انا منتمي لهذا المكان، فانا لما بكون حابب هذا الانتماء بعطي اكتر شيء، اكتر قدرة عندي اياها لهذا المكان. هذا الانتماء هو اللي بيعطي هاي الفرحة اللي بتشوفوها انتم فترات الاعياد، يلي هي بتتمثل كنتيجة كمحصل لكل الجهد والتعب، هي الضحكة والفرحة والابتسامة اللي بنشوفها على وجوه العالم، اللي بنشوفها على وجوه الأطفال بأي مكان كان بالشوارع، داخل الكنيسة، مثل ما حضرتك حكيتي على البلاكين، بأي مكان، هي الفرحة، هي الابتسامة، هي محصلة لهذا التعب. أكيد. ويمكن بيتميز طبعا كل كشاف مثل ما قالت ليا بحضوره خلال المكان، ودائما بيكون الكشاف كمان ابن كنيسته ابن بيئته، يعني بنشوف الجيران بيروحوا سوا ليحضروا الكشاف، وبيعرفوا بينطروا اولادهم وبيتفرجوا عليهم. هي الحاله من المشاركه والانضباط حتى بالاعياد، بالشعانين بعيد الفصح بنشوفهم واقفين على الباب عم يستقبلوا الناس، عم ياخذوا كمان المعايدات منهم على الكنيسه. قد ايه الحاله الانضباط خلقتوها بينكم بكشاف مار الياس؟ بأي عمل بيصير وين ما كان، كشاف أو غير كشاف، في نظام، هذا النظام هو اللي بيعطي هذا الأسس لهي الحالة وهذا الانضباط. شيء طبيعي في برنامج عمل نحن بنقوم فيه حسب كل فترة، فترة عيد، كان عيد الفصح ولا عيد ميلاد ولا حتى أي عيد تاني، فهو في برنامج بيتم وضعه، أسس له نقاط بينشغل عليها بحيث يتبين هي الصورة الأخيرة بأحلى وجه يعني. فدائما الشيء اللي بيظهر للناس وبتشوفه الناس هو مجهود لتعب،
مجهود لتعب مستمر، مو فترة والله العيد اجتمعنا، لا هو مجهود سنوي على مدار السنة، في تدريبات، في اجتماعات، في دروس، في لقاءات، في أي شيء جديد استثنائي صار لازم كل عناصر الفرقة يكون عندها علم فيه لحتى آخر شيء تكون هي النتيجة وهي المحصلة. تمام. بالميادين وقعكم هو أو وقع الكشاف بشكل عام هو الصدى بيكون الأقوى والمسموع. خلينا نحكي أنتوا شو عملتوا بالجمعة العظيمة وبخميس الصلب ومن ثم إلى العيد؟ دائماً عيد الفصح له نكهة خاصة لأنه هو استمرار لفترة طويلة. طبعا. بيبدأ من بداية الصوم وانتهاءً بيوم القيامة. الكشاف حاضر طول هاي الفترة ابتداء من بداية الصوم، جمع المدايح موجود الكشاف لاستقبال الناس لزرع هي الفرحة، حسب كل يعني كل فترة يعني فترة الصوم حسب يعني جمعة المدايح إلى صلواتها إلى معزوفاتها الخاصة. أسبوع الإعلام له طقوسه الخاصة، نحن بنبدأ فيه من يوم الأحد المساء بعد يوم الشعنينة. أحد الشعنينة هو اللي بياخذ الثوب الابيض الفرحه لاستقبال السيد المسيح باورشليم، بيتم بجوله كبيره ضمن المنطقه بترفع فيها الناس اسعف النخيل والزيتون. الاحد مساء بنبدا باسبوع الآلام. عندنا يوم الخميس هو خميس الصلب، بيتم عندنا مثل ما شفتوا حضرتكم رفع الصليب داخل حرم الكنيسه بحضور الكشاف ومعزوفات خاصه لهذا اليوم، معزوفات الحزينة. الجمعة هو جناز السيد المسيح، كمان بتصير جولة كبيرة ضمن المنطقة، بيكون فيها جناز السيد المسيح، بيتم الدورة بحمل النعش اللي هو بيمثل النعش السيد المسيح، وبنختمها يوم السبت يلي هو سبت النور، سبت القيامة وأحد الفصح، يعني هو نتيجة العيد، نتيجة هذا الشهر، نتيجة هذا الأسبوع الآلام. تمام. القيامة. نعم. لكلنا نحن بننطرها كل سنة، إن شاء الله هيك بينعاد عليك وعلى أعضاء كشاف كنيسة مار الياس بكل الخير. شكرا كثير لك، وأكيد بدنا نقلكم فصح مجيد. ينعاد عليكم يا رب، وينعاد على الشعب السوري كله، الله يديم الأمن والأمان علينا، وتضل هالفرحة موجودة على وجوه العالم، والكشاف دائما مستعد. اكيد دائما مستعد. بدنا نشكر وجودك معنا، وتحيه اكيد لكل اعضاء الكشاف، بدنا نقول لهم معايده. شكرا كثير لك. وشكرا كثير لكم ولحضوركم، شرفتونا كثير. لك لهون يا سلمى بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا الخاصه يلي طلينا عليها معكم من كنيسه مار الياس الغيور بدويلعه بدمشق، لنحتفل بعيد الفصح المجيد حسب التقويم الشرقي. اعياد كثيره، شهر رمضان المبارك، ايام حلوه كثير عم نعيشها. خلينا ندعي بقلب صافي ويكون عندنا ايمان انه القيامه رح تجي والجاي احلى، ونشوف دائما البياض بعيوننا. المسيح قام، حقا قام. ينعاد عليكم بكل خير، وينعاد عليك يا سلمى. ينعاد عليك ليا، المسيح قام حقا قام، واكيد ينعاد على كل المؤمنين والمسلمين والمسيحيين في كل العالم. دائما تتوحد الكلمه وتتوحد الاعياد. نحن ايضا هلا بشهر رمضان المبارك، ومثل ما بنقول المسيح قام حقا قام، وبعد كل آلام هناك حياه جديده. ايضا القران الكريم قال ان مع العسر يسر، فالانسان يصبر ويصابر، لأن بالنهاية بعد هذا الصبر إن شاء الله رح يكون الفرج علينا وعلى بلدنا الحبيب. تضلوا بألف خير. باي باي.